تعال بقى نروح للملف اللي انت لسه بتتكلم عنه ومشاركه مصر في اولمبياد طوكيو 2020، وهيبقى لينا كلام كتير جدا النهارده عن مشاركه مصر. وفي اخفاقات، حصل اخفاقات، لكن كمان في زي ما بيتقال طاقات نور. يعني ما اقدرش اجي اقول ايه الاداء الغريب ده، لا، واحده واحده كده احنا بنتكلم ان دي، يعني احنا عندنا اولا امل كبير جدا ان شاء الله الفراعنه هناك هيحصلوا على عده ميداليات، وفي رياضات معينه احنا لسه ما لعبناهاش، فباذن الله يعني يكون فيها فعلا مصر، او مصر تحصل فيها اعلى نسب للميداليات. احنا بنتكلم هناك في وجود لاكبر بعثه في تاريخ مصر بالاولمبياد، ادي احسب معايا كده برضو الايجابيات، بالاضافه لتاهل هنا منتخبي كره القدم وكره اليد، العديد كمان من النجوم او نجوم الالعاب الفرديه تحديدا يا كريم حققوا انجازات عالميه كتيره. يعني صحيح. خلينا نتكلم عن برضو الحاجات الايجابيه، الحاجات المفرحه. مش عايزين ان احنا نتكلم ان الناس المسافره دي لا تستحق، لا يا جماعه، الناس المسافره دي ناس مش مسافره بالصدفه، الناس المسافره دي اخذت بطولات وبطولات عالم وعامله ارقام كبيره جدا في اللعبه بتاعتها، في العابها. يعني ما لازم شويه ايجابيه، لازم شويه دعم، ده او دي الروح المطلوبه. امبارح خليني اقول لحضراتكم برضو حقق منتخب مصر اول لكره اليد الفوز على منتخب البرتغال، ده كان بنتيجه 37-31، وده في اول مباريات الفريق دور المجموعات ضمن مباريات المجموعه الثانيه بدوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020. اما بقى فيما يتعلق بمنتخبنا الاولمبي، منتخب مصر لكرة القدم النهارده بيواجه منتخب الارجنتين، في ابتدت يعني المواجهه ما بينهم الساعه 9:30 صباحا بتوقيت مصر. طبعا الكلام ده بيحصل في اطار الجوله الثانيه، واكيد هنتابع مع حضراتكم النتيجه اول باول. دي ثاني مبارياتنا في دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020 في نسختها الحاليه. المباراه الاولى اتعادل فريقنا فيها مع اسبانيا باداء دفاعي قوي جدا من منتخب مصر في بدايه مشواره في هذه الدوره الاولمبيه. اسبانيا الحمد لله رب العالمين فشلت في ان هي تهز شباك نجمنا محمد الشناوي، وكل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. ليه برضو نقول يا كريم منافسات الاولمبيات الحاليه دي شهدت نتائج ولو شويه غير المتوقعه او الجيده من المصريين. يعني خلينا نتكلم بشكل اكثر تفصيلا. الرمايه اللاعبه زهراء شعبان ودعت منافسات 10 امتار هنا بندقيه هواء، ودع ايضا سامي عبد الرازق منافسات مسدس هوائي 10 امتار. في الريشه الطايره كان زوجي المختلط ضحى هاني وحاتم الجمال خسروا اول مباراتهم في دور المجموعات، ده كان امام الصين. زوجي السيدات ايضا ضحى هاني وهاديه حسني خسروا من اليابان 2-0. في السباحه بقى وفي هنا كلام تاني، ولكن احنا اللي احنا عارفينه طبعا ودعت هنا منافسات فريده عثمان، ودعت المنافسات ال 100 متر، ومروان القماش ودع منافسات ال 400 متر. بس اللي انا عايزه اقوله هنا تحديدا بقى طالما ذكرنا خبر عن السباحه، لان المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه امبارح كان في مداخله كريم هاتفيه، وكان بيتكلم، يعني كان سئل من احد الزملاء يعني بيقول له حضرتك تقييمك ايه دلوقتي يعني للبعثه وغيره، قال لك انا يعني مش عايز الناس تبقى متحامله زياده، اولا احنا اكبر مره نروح نشارك، دي حاجه زي ما كنت بقول لحضراتكم. تاني حاجه في رياضات معينه احنا كمصريين عارفين ان احنا رايحين ننافس فيها ونحصد بطولات، هو قال انا لسه ما وصلتش لده. الحاجه الثالثه لو هتتكلم عن بعض اللاعبين، انت عندك مثلا على سبيل المثال كان بيتكلم عن تحديدا لاعب السلاح اللي هو اسمه محمد عامر، هو اقصى الامريكي اللي كان حاصل على فضيه في الاولمبياد اللي فاتت، اقصى من اول مباراه، وبعد كده هو خرج يعني على يد بطل العالم الكوري، فاحنا بنتكلم ان مستوى كويس. اللي طلعه عنده تقريبا 29 او 27 سنه محمد عامر البطل المصري عنده 23، فهو لسه عنده فرصه اكبر. بالنسبه لهنا بقى فريده عثمان والقماش، فريدة عثمان هي أصلا واخدة أن هي تلعب على 50 متر، إنما هي لعبت على 100 متر، فبرضو ده مش بتاعها. القماش تقريبا برضو كان أقل من كده 200 متر أو حاجة، ولعب على 400، فهم بيلعبوا يا كريم أصلا مش في المنافسات أو في الأمطار بتاعتهم، وده لأن هم مش موجودين الأمطار اللي هم متمرنين عليها. ولكن انت فاهم انا عايز اقول ايه، بس مش هي... بتاع يعني مش عايزين نتحامل برضه. لا يعني طبعا التحامل مرفوض اكيد، ما فيش ذره شك في ان التحامل مرفوض، ولكن اكيد الواحد بيسعد مع كل مره بيترفع من خلالها علم مصر في هذا المحفل العالمي. طبعا. يعني حاجه لطيفه جدا. وطالما فتحتي يعني باب الاخفاقات والناس اللي ودعوا الدوره الاولمبيه، عايزين نقولكم برضو على شويه معلومات كده. في التايكوندو مثلا نور حسين ودعت منافسات التايكوندو في وزن تحت 49 كيلو، وفي تنس الطاوله زوجي المختلط
المخلط المكون من عمر عصر ودينا مشرف، ودعوا هم كمان المنافسات بعد الخسارة من الفريق الكوري، وودعت يسرى حلمي منافسات فردي السيدات بعد الخسارة من اللاعبة الفرنسية يوان جايا تان بنتيجة 4-0. وفي التنس ودعت ميار شريف منافسات التنس بعد الخساره، طبعا يعني شيء مش لطيف، ولكن يعني اتمنى بقى ان شاء الله ان على مدار الايام اللي جايه كلمه ودعت دي ما نقولهاش على اي حد مصري عموما بيشارك في اي لعبه في المنافسات. بالمناسبه كان في مفاجاه كبيره جدا، يعني ودعت التونسيه انس جابر، لو بنتكلم برده على الناس اللي ودعت، ودي برده من الاسماء اللي كان صعب قوي يتقال ان هي هتودع، كلمه هتودع مش لايقه معاها، بس انس جابر للاسف الشديد وهي مصنفه رقم 23 على مستوى العالم ودعت يوم الأحد منافسات دورة الألعاب الأولمبية في مسابقة التنس من الدور الأول بعد ما تهزمت أمام المنافسة الإسبانية كارلا سواريز المصنفة رقم 206 عالميا. دي النقطة بقى اللي كنت بتكلم مع حضراتكم عليها، المصنفة عالميا رقم 206 أقصد المصنفة رقم 23، وده يأكد على إيه؟ يأكد على الكلمة اللي أنت كنت بتقوليها من شوية، إن عموما في المنافسات الرياضية مفيش حاجة تقدري تاخديها كده فور جرانتد من المسلمات. بالظبط، أنا متفق معاك جدا، دي حقيقة. وخلينا كمان نروح للخبر اللي بعد كده، بنتكلم عن هنا برضو السباح التونسي أيوب الحفناوي، دي أخبار لسه بقى جاية لنا جديدة، المفروض إن هو حقق برضو فجر اليوم الأحد إنجازا تاريخيا. هنا بنتكلم للرياضة بقى التونسية والعربية، أحرز ميدالية ذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة، ده كان ضمن طبعا المنافسات، وبذلك هنا نقدر نقول تصبح تونس الدولة العربية الوحيدة اللي حققت ميداليتين في النسخة الحالية من الأولمبياد، بعد فوز هنا محمد خليل بالميدالية الفضية في منافسات التايكوندو، ده اللي كان بالأمس يوم السبت. وهنا الحفناوي بقى نقدر نقول برضو أنه حل في المركز الأول في نهائي هذا السباق. طب الزمن قد إيه كريم؟ 3 دقائق و43 ثانية و36 جزء من الثانية، متقدما هنا على المشارك الأسترالي اللي حقق زمنا قدره 3 دقائق، بص الفرق بقى 43 ثانية زي بعض و52 جزء من الثانية. اوكي يعني ده مش الثانية اللي فرق، ده كسور الثانية. يا نهار ابيض، هي دي على كل حال حاجة يعني. لطيفة ان على الاقل بنسعد بوجود لاعبين عرب طبعاً. بيرفعوا برضو طبعاً. يعني فكرة ان التواجد العربي وحصد العرب لميداليات برضو في الاخر حاجة بتسعدنا كلنا بطبيعة الحال.